السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما نشوف اليوم إن شاء الله راح أسوي معاكم البرياني. للبرياني الكثير والكثير من الطرق، بين كل فترة وفترة راح نشوف طريقة جديدة للبرياني. طريقة اليوم للبرياني تعتبر هي أكثر طريقة صحية ممكن تسويها، واللي ما يحب الشطة أو الحرارة أفضل أنه ما يستخدم أو يأكل برياني، لأن البرياني أساسها أنه يكون فيها spicy food اللي هو الأكل المبهر اللي فيه شطة. أوكي؟ ورايحين نشوف طبعا مع البرياني دائما نحط معاه سلطة زبادي. ليش؟ عشان تخفف من حرارة البرياني. خلونا نشوف طريقة عمل البرياني في هذا الفيديو. هنا رايحين نشوف المكونات حقت البرياني. اول شيء انا هنا جهزت عندي دجاجة كاملة، نظفتها كويس بالملح والليمون، وقطعت حوالي 4 بصل من على شكل شرائح، لانه البرياني يحب البصل المكرمل، وكمان فص حبة ثوم كاملة بفصوصها قطعتها في محضر الطعام، وحوالي 2 طماطم كبار او 3 طماطم متوسط قطعتهم كعبات. بالنسبة للبهارات عندنا هنا بهار شطة حبشي، ممكن استخدم كمان شطة اي نوع ثاني، بس الحبشي فيه يكون فيه بهارات كثيرة تكون فيه نكهة اقوى. وهنا بهارات البرياني او ممكن كاري، استخدم كاري. وهنا عندنا الكمون وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. هذه تقريبا أغلب البهارات اللي راح أحطها، وفي بهارات صحيحة في الرز بنشوفها بعدين. أول شيء نحط البصل في القدر، وراح نحط عليه طبعا زيت، زيت حار، بعدين نحط عليه بصل، راح أقلبه إلين ما يتكرمل. لازم يتكرمل لأنه الأساس في طعم البرياني إنه يكون البصل متكرمل. تمام، مثل ما تشوفون هنا البصل بدأ ياخذ لون، بس انا ما ابغاه يكون اشقر، ابغاه يكون بني فاتح. هنا بدأ يتكرمل البصل عندنا، دخل الدجاج بعد ما طبعا نظفناه كل شيء، ورايحين نحط معاها البهارات. مثل ما شفنا اول البهارات اللي هي بعد ما نقلبه ونقلي، نخلي الدجاج ياخذ له قليه مع مع البصل. بعدها راح نضيف البهارات اللي هي عندنا الثوم والفلفل الحار، بهارات البرياني والكمون والفلفل الاسود، هذه كلها راح نقلبها مع بعض. هنا بعد ما أضفت البهارات راح أضيف تقريبا 1/2 كاس موية علشان البهارات كلها تتدمج مع الدجاج وزي كده، والريحة شيء من الآخر صراحة. أنا أحب أستخدم أكثر من أني أستخدم بهارات البرياني، أحب أستخدم الكاري باودر
لأنه فيه الكاري باودر عبارة عن كثير من البهارات. هنا راح نخلي الدجاج يتقلب مع الموية والبهارات ويأخذ من نكهته ويستوي تماما. لازم يستوي الدجاج هنا تماما. وبعدها نضيف الطماطم كمان على كل الخلطة. في قدر ثاني راح أحط موية وأحط عليه زيت. فالموية كمان راح أحط لها مجموعة من البهارات الصحيحة زي ورق الغار وزي الهيل والقرنفل والقرفة. أوكي، وأخليه يغلي. بعد ما يغلي راح أدخل عندنا الرز، طبعا ملح كمان، أيضا ملح. أنا أحب أستخدم الملح الخشن، يعطي نكهة حلوة للموية. هنا الرز غسلته زين ونظفته ونقعته في موية حارة لمدة على الأقل نص ساعة أو ساعة، من نص ساعة إلى ساعة. بعدين راح أكب الموية وأحطها في القدر اللي جهزته فيه البهارات الصحيحة والزيت. أقلبه هنا وأخليه يستوي على نار حارة. بمجرد أنه يغلي أخفف النار مثل ما تشوفون هنا. هنا راح نضيف للرز ملعقتين كبار من الكركم. انا ما احب اضيف الوان على الاكل، الكركم راح يعطينا لون اصفر حلو للرز، وطبعا غير فوائد الكركم الكثيره. راح نخلي الحين الرز يستوي. هنا تقريبا الرز استوى 70%، يعني مو مرة مستوي، باقي له شوية. ليش؟ لأني راح أضيف الحين الدجاج في نص الرز، وبعدين أغطي بالرز الباقي، وراح أخليه حوالي نص ساعة متغطي يستوي. فعشان كده الرز ما يكون مرة مستوي عشان ما ينهري معانا، لكن الدجاج مو مشكلة. مثل ما تشوفون قاعدة أحاول أحط مساحة للدجاج، راح أحطه في النص. هنا أحط الخطة الرز اللي أنا سويتها في القدر الثاني بالبهارات وبالسبايسي اللي سويتها، وبعدها فوقها راح أضيف الرز الباقي. راح أغطي القدر بقطعة قسطير كويس، أو ممكن أخذ صينية فرن أحط فيها الرز من تحت، بعدين أحط الدجاج، بعدين أحط الرز الباقي من فوق وأغطيه بقسطير وأحطه في الفرن. كل الحالات تصير. أوكي، أنا بس هنا حطيته في الغاز. هنا راح أجهز سلطة الخيار، أو عفوا سلطة الزبادي، عبارة عن زبادي. راح احط له شوية بقدونس مقطع واخلطه، اشوي له ملح بس. هما في الهند يضيفوا له الماء، يخلوه مرة سائل، بس انا ما احبه سائل، اخليه زي ما هو الزبادي. كذا نكون خلصنا طبختنا اليوم اللي هي البرياني. اغرفه واحطه بعد نص ساعة ونقدمه ويكون جاهز للتقديم. ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم الطريقة. مثل ما قلت لكم للبرياني مليون طريقة وطريقة، انا راح اوريكم بين فترة وفترة الطرق المختلفة اللي انا اعرفها. طبعا مهما اعطيتكم طرق ما راح تخلص الطرق، وفي انواع كثيرة، في برياني دجاج، في برياني خضار، في برياني لحم، وفي برياني بيض كمان. في أشكال مختلفة، مش بس الدجاج، كمان له 100 طريقة وطريقة، واللحم وهكذا. إن شاء الله الأيام الجاية راح أوريكم طرق مختلفة. أتمنى يا رب يكون عجبكم الفيديو. لا تنسون تشتركون في القناة وتفعلون زر التنبيهات، وأيضا إذا عندكم أي اقتراحات اكتبوا لي تحت في التعليقات. باي باي.